نروح لآخر تغريداتنا اليوم من حساب المنتخب السعودي، واليوم المباراة مع السعودية ضد الصين في 6 مساء بتوقيت السعودية استاد الشارقة الرياضي، التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022. وطبعا قلوبنا معاكم يا الصقور الخضر، وإن شاء الله بإذن الله فالكم الفوز والتوفيق، وألف مبروك التأهل لكأس العالم، وإن شاء الله بإذن الله نشوفكم في قطر. كونوا على الموعد وتابعوا وشجعوا، والأخضر قدها وقدود، وأكيد اليوم كلنا راح نتابع المباراة، وراح تنتهي أيضا بفوز وتأهل مشرف للمنتخب السعودي. الله الله يا منتخبنا، إن شاء الله تحقق أملنا. الله الله يا منتخبنا، الله الله، إن شاء الله تحقق أملنا. باسم الوطن ألعب بفن، باسم الوطن ألعب بفن. مكملين معاكم مشاهدينا، وبعد الفاصل أهمية الهوية التجارية في مشاريع الشباب مع آيات عباس.